والبركة نوعان، مشروعة وغير مشروعة، أو التبرك. البركة من الله، الله هو الذي يجعل البركة فيما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى، وهذه البركة جعلها الله تبارك وتعالى مشروعة فيما فيه نص، والبركة غير المشروعة فيما لم يأتي به نص، أي ادعى الناس البركة فيه ولم يأتي به نص. والنص إما أن يكون من كتاب أو سنة يدل على أن هذا الشيء مبارك فيه بركة، ما لم يأتي دليل من كتاب أو سنة فلا يقال إن هذا الشيء مبارك، إلا على سبيل الدعاء لا على سبيل القطع والجزم. فمن الأشياء المباركة التي جاء فيها النص الأقوال والأفعال والأماكن والأزمنة والأشخاص وغير ذلك من الجمادات من الأطعمة أو غيرها. فمن الأقوال القرآن الكريم، والبركة التي فيه أنه هدى وشفاء ورحمة، والأذكار كذلك بركة. وأما الأفعال فما أنتم فيه، هذا المجلس مجالس العلم، هذه المجالس تكون مباركة لأن الله يحبها وتكثر فيها طاعة الله وذكره وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه مباركة. وأما الأشخاص المباركون فهو ما جاء النص فيهم كالأنبياء، كما قال عيسى بن مريم: وجعلني مباركا أينما كنت. فالأنبياء كلهم مباركون لأنهم صالحون مصلحون لا يأتون إلا بالخير، وإذا جاءوا جاء الخير معهم فهم مباركون. واختلف أهل العلم في غير الأنبياء من الصالحين والعباد هل يقال إنهم مباركون أو لا، لأنهم إذا جاءوا صار ذكر الله والابتعاد عن المعاصي والدعوة إلى الله وغير ذلك، ما يأتي معهم إلا الخير. فبعض أهل العلم قال حتى هؤلاء العباد والأتقياء وغيرهم هؤلاء أيضا قد يكونون مباركين، ومنهم من منع مثل هذا وخصه بالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك أزمنة مباركة كرمضان والجمعة وعشر من ذي الحجة، هذه أزمنة مباركة تضاعف فيها الحسنات ليلة القدر. وهناك أماكن مباركة كمكة والمدينة والشام واليمن التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مباركة تضاعف فيها الأجور. وهناك يعني أشياء غير هذه، يعني من الأطعمة كالزيت، زيت الزيتون إنها شجرة مباركة، وكذلك الخيل جعل الله في نواصيها الخير، وكذلك الحجر الأسود حجر مبارك نزل من السماء، ماء زمزم ماء مبارك، وهكذا. فالله هو الذي يجعل البركة في أي شيء، لكن نحن لا ندعي البركة في شيء، وهي البركة الممنوعة كما قال أهل العلم، وهي دعوة البركة في أشخاص أو في القبور أو في أيام ما ذكر الله أنها مباركة أو ليالي أو أماكن يدعي الناس أنها مباركة وهي ليست كذلك. فالبركة إذن في الأشياء إنما تكون بالنص في كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهر من قيل فيه إنه مبارك وهو حق هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فكان مباركا في شعره وكل آثاره مباركة صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتبركون في كل شيء منه صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته في شعره أو لبسه أو ما شابه ذلك مما لامس جسده صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن التبرك بهذه الأشياء المشروعة هذا لا ينكره أحد من المسلمين، وإنما ينكرون التبرك بما لم يجعل الله فيه البركة كالتبرك بالأشجار والأحجار وغير ذلك من الأشياء التي يزعم الناس أن فيها بركة وهي ليست كذلك. فهذا الأمر ننتبه له، أن البركة من عند الله تبارك وتعالى، وطالما أن قلنا من عند الله تبارك وتعالى يقولنا تبارك لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، لا يقال تبارك فلان. وقلنا إنه يمكن أن تقول على سبيل الدعاء، يعني عندما يزورك إنسان أو كذا تقول هذه الساعة المباركة، إذا قلت هذا على سبيل الدعاء
يعني أسأل الله أن يجعلها ساعة مباركة بقدومك فلا بأس. أما تقولها على سبيل الجزم فهذا غير صحيح أبدا، لأن ما يدرك أن هذه ساعة مباركة أو هذا اجتماع مبارك. ولكن قل أسأل الله أن يجعلها ليلة مباركة، أن يجعلها ساعة مباركة، أن يجعل زيارتك مباركة، أي بما يأتي معها من الخير، وهكذا على سبيل الدعاء لا على سبيل الجزم.